بسنة 2011 شركة نوكيا أعلنت عن النوكيا 808 بيور فيو، كان أول تليفون بالعالم بحجم سنسر وايد كبير مقارنة باللي كان موجود 41 ميجا بيكسل. الفكرة من وراء أن شركة نوكيا كانت تبي تعطيك تليفون يعطيك بيانات وايد كثيرة بال 41 ميجا بيكسل، أن حتى عقب ما تلتقط الصورة وتسوي كروبينج على شيء معين فيها ما تفقد من جودة التصوير، كون أن أنت عندك كثافة بيكسلات وايد وايد عالية. أدلت لك على هذا السنسر لما نزلت على نوكيا لوميا 1020 أو 1020، إنه خلت لك تقنية البيكسل بايننج تكون موجودة، إنها هي تأخذ لك بيانات 41 ميجا بيكسل وتعطيك صورة 5 ميجا بيكسل أو 12 ميجا بيكسل، بس فيها البيانات مالت 41 ميجا بيكسل، فتحصل إضاءة أفضل، تفاصيل أكثر، وتباين ألوان أحسن. جدم لليوم عندنا تليفونات من الفئة المتوسطة عليهم سنسرات 48 و 64 ميجا بيكسل. عندنا شركة سامسونج وشركة شاومي نزلتنا على تليفوناتهم من فئة رائدة 108 ميجا بيكسل، فعدد البيكسلات صار الحين شيء طبيعي انه يكون موجود على تليفونات بكثافة وايد عالية. بس هل معناته اذا انت عندك كثافة بيكسلات كثيرة معناته تصويرك راح يكون احسن؟ لا، بس هذا ما راح يبرر ليش شركة سامسونج قاعد تشتغل على سنسر 600 ميجا بيكسل. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي، سمعتني صح، 600 ميجا بيكسل، 600 ميجا بيكسل يا جماعة الخير، هذا رقم يعني وايد وايد كثير. منو يحتاج 600 ميجا بيكسل؟ هذا أول تساؤل ممكن أنت تفكر فيه، بالذات لما تيجي طالع تلفونات نفس الآيفون، نفس جوجل بيكسل 12 ميجا بيكسل، الكاميرا اللي قاعد أصور فيها حاليا 12 ميجا بيكسل. فلما تيجي تفكر 600 ميجا بيكسل أنا شنو راح أستفيد من كثافة بيكسلات عالية هالدرجة؟ لا، وعلى تليفون، هذا اللي أنا راح أحاول أشرح لكم إياه بهذا الفيديو. اللي قاعد تشوفونه الحين على الشاشة هو الليك اللي نزل لنا يا آيس يونيفرس. طبعا آيس يونيفرس اللي ما يعرفه معروف انه هو يحلل ويسوي تسريبات عادة تكون وايد وايد دقيقة، بالذات مع شركة سامسونج، وهو صرح مثل ما انتم شايفين ب 512 سامسونج is really doing 600 ميجا بيكسل سنسر، وحط هذه الصورة يبين لك اول شيء حجم السنسر فعليا هذا 600 ميجا بيكسل مقارنة بال 108 يا جماعة الخير اللي يعتبر هم بعد وايد كبير، ويراويك انه اذا هم خلوه على الوضعية اللي هو عليه حاليا راح يكون حجمه بخلف الجهاز يزيد سماكة الجهاز 22 ملي بس حق السنسر. طبعا هذا شيء ما راح يكون مقبول، وشركة سامسونج مستحيل تنزلك تليفون بهذا الشكل، مع ان لا ننسى انها سويتها من قبل مع سامسونج زوم، نزلتها مرتين كاميرا اقضبه من قدام تليفون عليه نظام تشغيل مال اندرويد. الفكره عجيبه بس التطبيق كان للامانه سيء، فاكيد راح تحل لك هذه الشغله قبل تنزل لك التليفون. ممكن نشوف حجم الكاميرا يصير نفس حجم اللي موجود على سامسونج جالكسي نوت 20 الترا او الاس 20 الترا من ناحيه حجم السنسر نفسه او حجم مكان الكاميرات بحد ذاته. بس جد شنو تستفيد انت من حجم كاميرا وايد كبير 600 ميجا بكسل او كثافه بكسلات وايد وايد عاليه؟ الوضعيات المختلفة مع عدسة واحدة. احنا في زمن الحين للأسف نقطة تسويق حق اي تليفون تبي تشتري عدد الكاميرات والوضعيات المختلفة يعطيك اياها، في شركات تتقن لك اياها بشكل ممتاز نفس ابل، نفس سامسونج، نفس هواوي، نفس جوجل، بس في شركات وايد كثيرة تعطيك عدسات كثيرة بس عشان تقول ان احنا تليفوننا فيه اربع كاميرات ولا خمس كاميرات، وانت فعليا ما تقدر تستفيد من الا كاميرا واحدة، الكاميرا الاساسية اللي تكون موجودة على التليفون. بس فكرة ان التليفون يكون عليه وضعيتين مختلفين او ثلاث وضعيات او اربع وضعيات مختلفة بلشت مع الابل ايفون 7 بلس. ما اقول لك انه هو اول تليفون يجيب كاميرتين، بس هو اول تليفون نزل بالعالم يعطيك وضعيتين من خلال كاميرتين موجودين على التليفون. من بعدها شفنا شركة هواوي هم بعد قامت تتقن لك سالفة الزوم، وش كثر تقدر انت تزوم على الشغلة اللي تبي تصورها من خلال عدسة تكون محطوطة بالعرض، وهم شركة LG أشهرت الزاوية العريضة أن تكون موجودة. فلما تيجي تأخذ الزاوية العريضة، زاوية العادية مع تلفوتك زوم، عندك ثلاث وضعيات راح تكون جدا ممتازة ومختلفة حق الناس اللي تبي تلتقط صور أو تبي تبدع من ناحية التصوير. بس عشان تقدر أنت تحصل هذه الوضعيات معناتها بيت النازل لازم يكون على ظهر تليفونك ثلاث كاميرات، وعادة الشركات ما تهتم لك بالجودة مالت الثلاث كاميرات بالضبط مثل ما أنت راح تحصلها مثلا بالكاميرا الأساسية. يا راح تحصل الكاميرا الأساسية تكون ممتازة مع الزوم أو عدسة الأساسية ممتازة مع الوايد أنجل، نفس اللي شفناه مثلا مع الون بلس 8 برو أو الأوبو فايند إكس 2 برو. بس شلون تقدر أنت مثلا تحصل الوضعية الزاوية العريضة مع الزاوية العادية مع الزوم بكل الستوبس اللي تحتاجهم نفس الجودة القوية اللي ممكن تكون عندك؟ بتحط سنسر واحد يكون حجمه 600 ميجا بيكسل. فهني تصير انت تستوعب ان سامسونج اللي تبي تسويه ان هي فعليا تحط لك عدسة واحدة من الخلف
تكون 600 ميجا بيكسل. هذا العدسة معناته راح تعطيك وضعيات وايد كثيرة من كثر البيانات اللي راح تكون موجودة عليها، وراح تقدر انك انت ما تفقد الجودة اللي تبيها بالوضعيات اللي انت ممكن تحتاجها. فإذا ناخذ نفس المبدأ ما شركة نوكيا لما سوت لك 41 ميجا بيكسل، انك انت عقب ما تلتقط الصورة خلينا نقول بالزاوية هذه عجبتك شغلة تبي تسوي لها بس هي كروب، تقدر وما راح تخسر الجودة لانه اوريدي عندك كثافة بيكسلات وايد كثيرة. ممتاز. اذا ناخذ نفس المفهوم ونطبقه على 600 ميجا بيكسل، معناته تقدر انت يا تزوم يا تفتح بشكل مو طبيعي من ناحيه ان الزاويه تكون عريضه وما تخسر من ناحيه الجوده ولا البيانات اللي راح تحصلها، لان عندك صوره بالنهايه راح يكون حجمها 600 ميجا بيكسل. ففكر فيها، وضعيه زاويه عريضه، زاويه عاديه، وكل ستوب ممكن انت تحتاجه لي خلينا نقول ما ادري كم عاد يعطونك زوم، اذا بالاس 20 اولترا عطوك 100 اكس سبيس زوم مثل ما سمت شركه سامسونج، حطوا بالك مع 600 ميجا بيكسل ممكن تعطيك اكثر من كذي، بس ما راح تخسر انت الجوده لان عندك بيانات مالت 600 ميجا بيكسل. وتقنيه البيكسل بايننج اللي ممكن تعطيك اياها حق تصوير العادي، خلينا نقول انت شخص بس يبي يطق الصوره تطلع وايد حلوه وتطلع وايد واضحه عادي، لان عندك بيانات 600 ميجا بيكسل المفروض تعطيك تصويرها بعد وايد حلو حق الاضاءه، حق التباين مال الالوان، حق الدقه، حق الهاي دايناميك رينج، حتى حق البوكيه بسبب حجم السنسر اللي راح يكون وايد وايد كبير. فاذا سامسونج راح تسوي تليفون ب 600 ميجا بيكسل، كثافة البكسلات ما راح تكون كافية عشان هي تنافس، لازم تاخذ بعين الاعتبار كل الأشياء الثانية اللي راح تساعد انه يخلي التصوير يكون وايد وايد ممتاز. شغلات نفس computational photography عشان يعدل لك الوضعيات اللي انت تبي تصور فيها من ناحية تباين الألوان، من ناحية الديناميك رينج، من ناحية النويز، من ناحية الايزو والى اخره من الامور اللي انت تحتاجها علشان تحصل تصوير يكون استثنائي ويكون ممتاز. والحلو في الموضوع اذا سامسونج فعلا قدرت انها تسوي هذا الشيء، معناته تقدر انت تحط مثبت بصري واحد، مانع الاهتزاز واحد على كاميرا واحدة اللي راح تعطيك كل الوضعيات اللي انت راح تحتاجها بنفس الجودة اللي ممكن تكون عندك حق كاميرا الأساسية. فهذا شيء يخليني أنا أتحمس حق إن للحين إحنا يمكن ما شفنا كل شيء نبي نشوفه حق تقنية التصوير اللي يكون موجود على الموبايلات. شغلة ثانية يحمسني حق شنو أنت يا معالج إكسينوس الجديد اللي ممكن تتحمل image signaling processing من سنسر يكون حجمه 600 ميجا بيكسل. طبعا احنا مو قاعد نحكي ان التليفون هذا راح يتوفر بسنه 2021، كلنا احنا قاعد نقول ان شركه سامسونج شغاله على هذا السنسر، واذا في اي انديكيتر من الاشياء اللي صارت من قبل ان ناخذها بعين الاعتبار الحين، انه ممكن نشوف هذا الشيء ينزل خلال سنه 2022 او سنه 2023 بالكثير، ان تشوف تليفون ينزل بدال يكون عندك ثلاث كاميرات موجوده من الخلف، لا كاميرا واحده 600 ميجا بيكسل، عندك فلاشك، عندك الليزر مالك او اللايدر سنسر مالك، كان الله غفورا رحيما، تحصل كل الوضعيات اللي انت تبيها باي اجواء انت تبيها بنفس الجوده العاليه اللي انت متعود تحصلها من كاميرا اللي عاده تكون اساسيه. يا ريت تشاركني برايك تحت، هل انت متحمس حق التقنيه الجديده هذه مالت الكاميرات؟ لان الامانه الفتره اللي طافت مو قاعد نشوف فيه وايد ابداع من ناحيه طريقه التصوير، قاعد نشوف ان الزوم قاعد يزيد وقاعد نشوف ان التصوير الليلي قاعد يتحسن، بس عامه السوق مو قاعد يتغير من ناحيه التصوير حق الكاميرات تكون موجهه حق المصورين. هذا مو معناته مو قاعد نحصل تليفونات تصويرها ممتاز او استثنائي، هذا بس معناته ان احنا مو قاعد نحصل شيء جديد او استثنائي من ناحيه التصوير. فانا هذا الخبر حمسني، اذا سامسونج قدرت تتقن سالفه الاشياء الثانيه عقب ما صارت عندها كثافه بيكسلات وايد كثير عشان تستفيد منها، ذيك الساعه راح تشوف انت تصوير وايد وايد جبار. لان حط هذه الشغله ببالك، راح احاول ان ابسط لك اياها بشكل وايد 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 سهل. اذا انت عندك سياره تمشي 1000 كيلو بالساعه بس ما تلف لا يمين ولا يسار، الطريق راح يخلص لمتى بتمشي بس سيده ليت قدام، لازم تلف يمين لازم تلف يسار، هل 1000 كيلو هذه ما راح تسوي لي ولا شيء. فاذا سامسونج قدرت ان هي تسيطرك على هال 600 ميجا بيكسل من ناحيه البيانات عشان تعطيك ناتج وايد وايد حلو حق التصوير، احنا قاعد نشوف يمكن احسن شيء من زمان ما شفناه يصير في عالم التصوير مع سنسر 600 ميجا بيكسل. انا وايد متحمس. وبس يا ريت تشاركني رايك تحت، هل انت تتفق معي 600 ميجا بيكسل راح يكون شيء وايد جبار اذا عرفوا هم يطبقونه بشكل صحيح، ولا من يحتاج 600 ميجا بيكسل؟ انا مكتفي بال12 ميجا بيكسل الموجود عندي او حتى 8 ميجا بيكسل، اعطوني شيء ثاني. وبس، أحن على طال لكسور، سلامتكم، تعيشون. احمد بوعريكي في مال الله الكريم.